دولار، والتجارة الخارجية لمصر حوالي 90 مليار دولار، وسياحة 15 مليار. يعني إذن في الآخر إحنا بنتكلف معقول بس بيكسب كتير. معايا معالي السفير جمال بيومي. مساء الخير معالي السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية. مساء الخير يا فندم. يا حبيبي ازيك، ان شاء الله تكون بخير. أنا بخير. أنا اقتبست من بوست حضرتك كنت حاطه على الفيسبوك كالعادة. حضرتك يعني بتدينا معلومات تنويرية مهمة، وحضرتك كنت بتتكلم عن، طبعا في جدل دايما موجود في مصر، هو البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج دي فايدتها ايه، والناس دي بتعمل ايه، ولا بس حضرتك اديتنا شوية مع الأرقام. يعني الحقيقة أقول إنها في الجون، لأنها وضحت إنه أنت بتصرف نسبيا كتير، لكن بيجي لك كتير قوي نتيجة إنك أنت فاتح هذه البعثات، فبيجي لك بعثات تانية من دول أخرى. ممكن حضرتك تساعدنا في إن احنا نفهم أكتر الصورة دي؟ هو يعني الحد الأدنى من التمثيل إنك أنت، وده من أيام يعني أنا لسه كنا بنشرف على رسالة الدكتوراه قريب بتتكلم على علاقات الدبلوماسية المصرية من 2000 سنة. 2000 لما راح اللاذقية عشان يوصل لهكسوس وانشأ اوضاع دبلوماسيه في تلك المناطق، دي اول يعني مصر من اوائل الدول في العالم اللي عملت علاقات دبلوماسيه عشان تراعي مصالحك. الحد الادنى انك عندك لما رحنا نصوت في الامم المتحده على قرار القدس 149 دوله صوتوا معانا. هل كلهم لنا فيهم جاليه او كلهم لنا فيها علاقات تجاريه؟ لا، فانت بتمشي السفاره يا دوبك فيها سفير واثنين اعضاء معاه بيساعدوك. طب معالي السفير، لحظه واحده معالي السفير، حضرتك دلوقتي خدتني في حته وما اشرتش ليها، بس اشكرك ان حضرتك خدتنا في السكه دي. الان هنواجه ملف له علاقه باثيوبيا وسد النهضه. هل من الممكن ان احنا تجنبا لاي فيتو في مجلس الامن ناخد هذا الملف للجمعيه العامه ونطالب بالدول اللي احنا عندنا بعثات دبلوماسيه فيها ديت انها توقف جنب حق الشعب المصري في امنه المائي؟ كل امريكا اللاتينيه بتصوت معانا مع الحق الفلسطيني مع كل قضايانا بيسموها تصويت اوتوماتيك. كل افريقيا الاكثر من 50 دوله بيصوتوا معانا اوتوماتيك. طبعا الدول العربيه ايضا. كثير من دول اسيا. فانت اكثر دوله في العالم لها علاقات حميده واكثر دوله او مدينه في العالم عاصمه بتستضيف بعثات اجنبيه. ده دليل على نجاح سياستك الخارجيه. أقول لك مثال آخر، عمر ما حد اختلف معانا في السياسة الخارجية إلا وندم وسار في طريق مصر بعد 40 سنة. مثال صغير، الروس لاموا جمال عبد الناصر لما انضم للجات الاتفاقية العامة للتجارة والتعريفات وقالوا دي منظمة استعمارية. طب عبد الناصر دخلها سنة 68، الروس دخلوها سنة 2013 بعدنا ب 43 سنة. الامريكان اعترضوا على اعتراف عبد الناصر بالصين الشعبيه وعلاقته بماو تسي تونج وشو إن لاي وعاقبونا بحرب 56 والاحتلال الثلاثي الى اخره. امريكا والصين دلوقتي ايه؟ اكبر دولتين لهما علاقه تجاريه ببعضهم البعض. اعترضوا على علاقه عبد الناصر بكاسترو في كوبا، ثم تلف 20 50 سنه لما الرئيس اوباما راح يزور كوبا. ادي مصر عبله. مصر ذات سياسه خارجيه الحمد لله، لا كنا معتدين على احد ولا ولا ولا. طب هل يا فندم ماشي معالي السفير، هل ده مرتبط بما يحدث في الاتحاديه ولا ده مرتبط بما يحدث في المبنى الضخم اللي جنب مسبيرو على النيل؟ يا كله ده سؤال مهم. السياسه الخارجيه المصريه بينفذها الدبلوماسيين والسفراء واحنا موجودين في كل العالم. انما انا كسفير وقعدت 4 سنين في افريقيا مثلا، رئيس افريقيا بقول له انت مدعو لزياره مصر، فقال لي بالحرف سيمون ريف هذا حلمي ان انا اروح مصر. انما افتقدنا دبلوماسيه الرئاسه لمده 20 سنه لدرجه ان كل ما نحدد للراجل معاك يقول موافق نقول له عليك واحد. فخسرنا شويه في الجزء الرئاسي طول ال 20 سنه الاخيره من الرئيس مبارك. النهارده بارك الله في صحه رئيسنا الحالي، راح من اقصى الشرق في طوكيو الى اقصى الغرب في فرنسا 3 مرات في اسبوع واحد. زار معظم البلدان المهمه لنا في الدول العربيه والبلدان الافريقيه. ف
فده بيخلي وهو قاعد، يعني انا عاوز اضرب مثال، الرئيس لما راح الامم المتحده السنه اللي فاتت عمل 40 مقابله في 3 ايام. لو انت عاوز تعمل 40 مقابله رئاسيه وانت قاعد هنا في مصر تعمله في كام اسبوع؟ عاوز سنه. اه طبعا. فاذا الزيارات مهمه جدا للموضوع الرئاسي. وانا في المانيا مثال اخر، لقينا المانيا بتعقد اتفاقيات لدعم الابحاث العلميه في كثير من الدول، وادوا لدوله ما 150 مليون مارك وقتها. رحنا الخارجيه قلنا احنا غيرانين من الحكايه دي، من ليه ما تديناش لمساعده التعليم والبحث العلمي في مصر؟ قالوا دي ما تجيش غير لو الرئيس بتاعكم قابل هيلموت كول. يتصادف ان الرئيس مبارك كان جاي بعد اسبوعين، حطينا له ورقه من 10 سطور واحنا على الترابيزه خدنا 150 مليون مارك. ادي دبلوماسيه الرئاسه. الجزء اللي محل انتقاد في التمثيل الخارجي لما يبقى انا كنت محظوظ شويه ان خدمت في بلاد الجاليه المصريه عددها معقول، فبختمهم بعناية على قد ما اقدر. يعني كنت في البرازيل عندي 1000 مصري هقدر اقابلهم نفر نفر، مش حكايه. لكن حضرتك انا زرت عنصريتنا في جده، فقلنا لازم نعمل عنصريه بقى تليق بعدد المصريين اللي في السعوديه. فعاملين صالون او صالونات تسعه 350 مصري. طلع متوسط بيخش العنصريه دي 1000 واحد في اليوم. لان عندي 3 4 مليون مصري في السعوديه. فبيبان في تقصير من جانبنا ان ما فيش عدد كافي يقابل كل الناس دي. وبيبقى في ضغوط، وطبعا المصري اللي انا برضو ما اخبيش عليك، انا كدبلوماسي اديني عندي بيت وسفاره تحميني و انما لو مصري فقد عمله او قابل ظروف فيها مشاكل او جنايات او غيره. معالي السفير انا بس هاخد حضرتك للنقطه الاكثر يعني اللي شغلاني اكثر دلوقتي. نعم. وشغلانا ملف سد النهضه، هل نقول ايه القوه الدبلوماسيه المصريه ستساعدنا في هذا الملف؟ بلا حدود، بلا حدود. لكن الحقيقه انا مش مضطر اروح في الحته دي. انا اطمئناني واعتقد ان ده اطمئنان الدبلوماسيه المصريه ان موضوع سد النهضه، وانا من حسن حظي برضو ان قريت او شاركت في رساله دكتوراه اشرفت عليها في هذا الموضوع عن 100%. لما تدرس النواحي الفنيه في سد النهضه هتلاقي انه مهما طال نفسك الميه ازيد من احتياجاتنا جميعا. 1800 مليار متر مكعب من الامطار بتهبط على اثيوبيا. هما بيحتاجوش من مياه النيل الازرق، فكل الري عندهم ري امطار وكثيرا ما بيغرقهم. طب اين المشكله؟ المشكله انه عاوز يعمل سد يولد كهرباء، قلنا له نعمل كده. واذكر ان وزيرنا نبيل فهمي وقت ما كان وزير خارجيه عرض عليهم ان احنا اللي نبني السد على حسابنا وناخد فلوسنا كهرباء. لان من الانباء الطيبه ان مصر الان هتبقى مركز لتجاره الكهرباء والطاقه، غاز وبترول وكهرباء. بس هم رفضوا في المنطقه، وهنصدر كهرباء عن طريق اليونان الى اوروبا. اجي. طيب. معالي السفير احنا محتاجين نقعد قعده مطوله شويه في موضوع سد النهضه ده. استاذن حضرتك لما يكون وقت حضرتك يسمح تكون تشرفنا هنا، لاننا يعني نريد ان نستفيد من خبره حضرتك. ربنا يخليك. حضرتك موسوعه دبلوماسيه وتاريخ يعني يمشي على الارض، فكل الشكر معالي السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجيه الاسبق. عندنا